تصاعد كبير في الأحداث، قصف غير مسبوق للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى أين تتجه الأمور برأيك؟ في البداية سيدي، هذا يؤكد على الإفلاس السياسي لإسرائيل، على عدم مقدرتها على التعاطي مع قرار سليم يلبي ما تريده من خلال الرد على هذه المسألة. إسرائيل لغاية الآن تتخبط في قراراتها، لا تملك ما تملكه حماس. حماس هنا والمقاومة الفلسطينية تملك اليد العليا في هذه المسألة، تملك الأسرى، تملك رفات بعض الجنود، تملك القوة، تملك المقدرة على الدخول على مستوطنات الغلاف التي لا يزال لغاية الآن بعض المقاومين الفلسطينيين داخلها. لذلك تتجه الأمور إلى حد ما إلى طمأنة الشارع الإسرائيلي، يعني الضرب الموجع واستهداف المدنيين التي تقوم فيه الاحتلال الإسرائيلي ما هو إلا رسالة للشارع الإسرائيلي لطمأنته على أن إسرائيل ستتخذ الإجراء التي تلبي مصلحتهم. لذلك يعني زي ما شفنا بالأخبار تتجه، هناك إعلان عن قطع للماء والكهرباء والغاز عن قطاع غزة، وهذا الأمر طبعا في نهاية المطاف يثبت أن إسرائيل ليس لديها إلا ما تمتلكه سابقا، لا تمتلك أدوات جديدة، إنما تمتلك التضييق والحصار على الشعب الفلسطيني، تمتلك عقلية القلعة التي تملكها سابقا والتي تريد من خلالها فرض أمر واقع جديد، تريد إعادة هيبتها، خصوصا أنها ما حصل من عملية ضد لم تشهدها إسرائيل في تاريخها، فهي الآن أمام العالم هي تشوهت صورتها ومكانتها الدولية. لذلك هي تريد استعادة مكانتها الدولية من خلال إطلاق التصريحات العشوائية، من خلال إطلاق البحث عن انتصارات زائفة إنجاز الوصف، من خلال القضاء على المدنيين. اليوم دمر العديد من المساجد والعديد من المدارس، استهداف المدنيين، استهداف سيارات الإسعاف، فهذا يدل على أنها ليس لديها. لكن هي في نهاية المطاف يوجد أسرى وهي تعلم ذلك. هذه الأسرى اليوم أعلن أبو عبيدة قائد الجناح العسكري في غزة على أنه بسبب هذا القصف الإسرائيلي أدى ذلك إلى قتل العديد من الجنود اليهود، بالإضافة إلى آسريهم من حركة حماس. فهذا طبعا هي رسالة على أنه نحن لا نضعهم كأهداف مشروعة لدى، يعني يبين أن حتى الآسريين وقعوا في هذا القصف، طبعا باب تأليب الرأي العام الإسرائيلي، وهي رسالة إعلامية سياسية ذكية جدا من حركة الجهاد الإسلامي.